الرئيس السيسي يؤكد تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة. الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة باستقلال القضاء ويشدد على أن لا أحد فوق القانون. وزارة الطيران تؤكد أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ويشهد انتظامية في حركة التشغيل. منتصف ليل القاهرة التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة ونستهلها مع الزميل محمد الرمحي. إليكم محمد. شكرا مدى، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة. كما نوه الرئيس السيسي بضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. تطرق الاتصال أيضا إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر، وخلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عدنان فنجاري وزير العدل، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون. وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين، مشددا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل. هذا وقد حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر، معربا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون. كما أكد السيد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات الشخصية والمهنية لأعضاء المنظومة القضائية المصرية في ظل الأعباء التي يتحملون مسؤوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
من جانبه أعرب السيد وزير العدل عن تقديره لاهتمام السيد الرئيس بتطوير المنظومة القضائية من خلال حرص سيادته على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضا في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات. وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشددا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية. كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية خاصة مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلا عن تحسين الوجه الحضري لهذه المنطقة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها وفقا لأفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن، موجها بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري ويتكامل مع المحاور الأخرى خاصة الصناعية بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية. أعلنت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي وفقا لأعلى معدلات السلامة، وأشهد انتظامية في حركة التشغيل. أكدت الوزارة في بيان أصدرته نظرا لتصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة أنه جار التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام كل من الأردن والعراق إغلاق مجالهما الجوي. كما أعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة. وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات. كما شددت الوزارة على أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها أولا بأول. هدد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل باستهدافها مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إن إطلاق الصواريخ جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية في طهران نهاية يونيو الماضي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران أخطرت الولايات المتحدة باعتزامها الهجوم على إسرائيل قبل وقت قصير من إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب. أضاف المسؤول الإيراني أن طهران أخطرت واشنطن بذلك عبر قنوات دبلوماسية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بهجومها على إسرائيل، متوعدا بأنها ستدفع الثمن. وأكد في كلمة له خلال اجتماع رئيس الوزراء الأمني المصغر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل في تحقيق أهدافه. هذا ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع مع نائبتي كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ونائبته تابعا الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات، وأوضح أن الرئيس بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل، ودعا الأمن العام الأردني المواطنين إلى الابتعاد عن أي جسم غريب والإبلاغ عنه. ندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الدوامة الخطيرة من الضربات والهجمات الانتقامية تنذر بخطر الخروج عن السيطرة. أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن دوامة التصعيد في الشرق الأوسط ليست في مصلحة أحد. وأدان وزير الخارجية البريطاني بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مؤكدا أن بريطانيا حذرت إيران من اتخاذ إجراءات تجر المنطقة لحافة الهاوية. بدورها نددت وزيرة الخارجية الألمانية ألانينا بيربوك بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأشد العبارات الممكنة. وقال بيربوك إنه يتعين على إيران وقف الهجوم، مضيفة أن بلادها حذرت إيران من هذا التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية. كانت إيران قد أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل، ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم الإيراني بأنه خطير وستكون له تداعيات وخيمة. وبسبب الهجوم تم تعليق الحركة الجوية في جميع مطارات إسرائيل قبل أن تعيد السلطات الإسرائيلية فتح المجال الجوي. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما وصفه بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط من خلال تصعيد تلو الآخر. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار. أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية ارتفاع حصيلة ضحايا عملية إطلاق النار والطعن في تل أبيب إلى 7 قتلى. وسادت حالة من الهلع في تل أبيب بعد وقوع الحادث الذي تبعه انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية والتي طوقت موقع الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين. أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف في لبنان الشقيق. جدد عبد العاطي التأكيد
على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته، كما أعرب عن إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، وأكد رفض مصر لأي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس سيادة لبنان على أراضيه. شدد الجانبان على الاتصال أو خلال ذلك الاتصال على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، دعينا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي. كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وكذلك في قطاع غزة. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره لشحنة المساعدات الطبية المصرية التي كان رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق. أجرى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا مع سفير مصر ببيروت علاء موسى للوقوف على تطورات الأوضاع المتسارعة التي يشهدها لبنان الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي الراهن والاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية في لبنان. وقدم سفير مصر في بيروت عرضا تفصيليا للتطورات الميدانية في لبنان وأوضاع الجالية المصرية هناك، حيث أكد أنه حتى تاريخه لم ترصد السفارة المصرية وجود ضحايا لدى المواطنين المصريين في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. ووجه وزير الخارجية السفير المصري باستمرار متابعة أوضاع الجالية المصرية وتقديم أوجه الرعاية كافة لهم، كما وجه بقيام السفير المصري ببيروت باستقبال شحنة المساعدات الطبية المصرية والتي كان رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق. ناشدت سفارة مصر في لبنان ببيروت المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان الذين لا يحملون جواز سفر مصريا صالحا نتيجة فقدان جواز السفر أو انتهاء مدة صلاحيته بسرعة التوجه إلى السفارة للعمل على استخراج وثيقة سفر، وذلك تسهيلا للمواطنين الراغبين في العودة إلى مصر على ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان. وطلبت السفارة بالأوراق الرسمية التي تثبت تمتع الشخص بالجنسية المصرية وتحمل صورته الشخصية، وهي أصل أو صورة جواز السفر المنتهي أو صورة جواز السفر المفقود أو بطاقة الرقم القومي أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو رخصة قيادة مصرية أو تصريح عمل صادر من السلطات المصرية مع تسليم صورة شخصية. وأكدت سفارة مصر لدى لبنان أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج وثائق السفر خلال أيام العمل في الفترة من الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا. استشهد 8 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة بريتال في البقاع الأوسط، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين طالتا أحد المباني بين منطقتي الجناح والأوزاع بمحيط مستشفى الزهراء، فيما استهدفت الثانية أحد المباني. مرحلة جديدة يدخلها العدوان الإسرائيلي على لبنان مع إعلان جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية برية محدودة. جيش الاحتلال أشار إلى أن العملية شاركت فيها قوات المظلات والقوات الخاصة من الفرقة 98 التي نشرت على الجبهة الشمالية قبل أسبوعين، وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية التي يتم تنفيذها في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي زعمت أن تهديدا فوريا ينطلق منها. ومع التوهل الإسرائيلي أكد الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية، مشيرا إلى أن قواته تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. كان جيش الاحتلال قد دعا سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم وترك قراهم فورا بالتوازي مع الغارات المستمرة التي ينفذها على مناطق عدة في لبنان والتي أدت إلى أزمة نزوح غير مسبوقة، أزمة دفعت منظمة اليونيسيف إلى التحذير من أن التصعيد الخطير للصراع في لبنان
أدى إلى تدهور في وضع الأطفال واحتياجاتهم، فقد سرعته قدرة الوكالة الإنسانية على الاستجابة الفورية من خلال التدخلات المنقذة للحياة. وأطلقت اليونيسيف نداءها العاجل للحصول على 105 ملايين دولار أمريكي خلال 3 أشهر المقبلة. من جانبه نشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المانحين تقديم المزيد من الدعم لتوفير احتياجات النازحين في لبنان، وخلال اجتماع مع منظمة الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة حذر ميقاتي من أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح حوالي 1 مليون شخص بسبب العدوان الإسرائيلي. لذلك طلب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات إلى قرابة 1 مليون شخص شردتهم الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إطلاقها نداء تمويل عاجلا بقيمة 426 مليون دولار لإغاثة النازحين. ودعا بري إلى إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية، مناشدا في الوقت ذاته منظمتي الصليب الأحمر الدولي واللبناني القيام بواجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب. قال ميشيل برنيير رئيس وزراء فرنسا إن باريس لابد أن تواصل العمل مع حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية في لبنان. وكانت الخارجية الفرنسية أكدت أن المبادرة التي طرحها الرئيسان الأمريكي والفرنسي لوقف النار في لبنان لا تزال مطروحة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين ودمروا ممتلكاتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأوضحت الوزارة أن المستوطنين دمروا تجمعات للسكان ونفذوا عمليات من بينها القتل والحرق بهدف ترهيب الفلسطينيين. وجه رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد مخلص على مدار 4 أدوار انعقاد. وقال جبالي خلال كلمته بمناسبة انطلاق دور الانعقاد 5 من الفصل التشريعي 2، قال إن مجلس النواب يتعهد باستكمال ما بدأه من صياغة تشريعات تسهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه. نواب شعب مصر العظيم، في مستهل أعمال دور الانعقاد الجديد لمجلسنا الموقر، أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والعرفان على ما بذلتموه من جهد مخلص وعمل دؤوب على مدار 4 أدوار انعقاد. كان عملكم وما زال محط تقدير وإشادة من الجميع، وهو ما يدعونا لبذل مزيد من الجهد، فلن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه من خلال صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلا عن ممارستنا للدور الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعية تامة. وقال جبالي إن المنطقة تشهد تحديات هي الأبرز في التاريخ المعاصر وعلى رأسها الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، مشيدا بالموقف التاريخي للرئيس السيسي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية. تشهد منطقتنا تحديات وأزمات تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. فبالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت
التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً، من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحات إقليمية أخرى. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية. وثمن رئيس مجلس النواب قرار القيادة السياسية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان. فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى، وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق. كما ثمن جبالي موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. كما نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول، مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفترات طويلة، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التي سعت إلى استغلال الوضع الداخلي الصومالي للدفع بمصالح ذاتية غير مكترسة بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الأفريقية. وقال جبالي إن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت وما زالت الجهود والمساعي كافة التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. وقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت وما زالت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الأثيوبي. وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات
لتلك السياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تلزم أثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دولة المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري والذي يمثل ماء النيل، الذي يمثل نهر النيل وماء النيل شريان الحياة الأوحد له. أرسل مجلس النواب برقية للرئيس السيسي في دور الانعقاد الجديد. جاء في البرقية التي تلاها رئيس مجلس النواب أن المجلس يؤكد على دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأها الرئيس السيسي على جميع مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية. وثمن المجلس جهود الرئيس الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء الجمهورية الجديدة. كما أشاد مجلس النواب بجهود الرئيس السيسي على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة. وأعرب مجلس النواب عن أصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية ورمزا لتلاحم الجيش والشعب لحماية واستقلال واستقرار الوطن. قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يكن كل حب واحترام وتقدير للمجلس الموقر، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على التعاون مع مجلس النواب، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن. وأشار إلى أن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لإنجازها بالتعاون مع مجلس النواب قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص، بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية الميسرة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية. ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي. كما تناول الاجتماع آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. كما تابع الاجتماع أيضا خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية ومنها قطاع صناعة السيارات وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المنتجة في مصر. وجاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر. واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة. ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع المهم في مصر. من جانبه أشار المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مخطط لاستثمار نحو 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات بهدف تعزيز وتوطين صناعتها في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي، مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا مع مسؤولي مجموعة ستالانتيس للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التعرف على خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، هذا بخلاف مشروعاتها القائمة في مصر حاليا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي صناعة السيارات اهتماما شديدا. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تنفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار. وفي كلمته خلال فعاليات الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال مدبولي إن الدولة أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الرخصة الذهبية. واستمرارا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين. كما حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على تبني استراتيجية جديدة للصناعة وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. في إطار دورها الاجتماعي شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن من خلال إفادة مأموريات إلى دور رعاية المسنين والمستشفيات واستضافة كبار السن بأندية الشرطة والاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عليهم. يأتي ذلك استمرارا للدعم والمساندة التي تليها وزارة الداخلية لكبار السن طوال العام. تدعم وزارة الداخلية كبار السن على مدار العام، لا سيما في المواقع الشرطية التي خصصت أماكن لهم للتيسير عليهم في تقديم الخدمات دون تحملهم مشقة. وفي المناسبات المختلفة يتم الاحتفال بهم ومعهم. من هنا كان حرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام. وفي إطار هذه الاحتفالات وجهت الوزارة مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، تضمنت توزيع هدايا على المقيمين بهذه الدور الذين أثنوا على الاهتمام والرعاية المقدمة لهم من الوزارة، ليس في هذه المناسبة فقط ولكن على مدار العام. ربنا يخلي الرئيس ويبارك فيه ويعافيه ويديله كل صحة كل أمان. مهتم بينا بكل كبيرة وصغيرة وبيعمل لمصر بداية جديدة، واللي انتوا بتعملوه ده دي بداية جديدة فعلا زي ما بيقولوا لمصر. فرصة النهاردة أحكي وأتكلم عليها عن جمايل، نفسي أرد حاجة فيها. زيارة النهاردة هي حسست المقيمين هوت إن زي ما ادوا البلد وهم شباب وهم صغيرين، البلد مش ناسياهم. محتاجين لحظة زي دي يخشوا يفرحونا وينسونا ويكرمونا. دايما بخير يا ست الكل يا غالية، دايما بخير يا حضن ساعة الكل، دايما يا أمي ضحكتك بالدنيا. خلال هذه المأموريات تم اصطحاب قوافل طبية لإجراء الكشف الطبي على نزلاء هذه الدور وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم. بنبعت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هو اللي بعت لنا الناس الحلوة بتاعت الفرطة النهاردة علشان يسلموا علينا ويكفونا. كل سنة طيب يا رئيس وشكرا على المدينة اللي بتبعتها. ببقى مبسوطة جدا لما الضباط بيكون موجودين وشيء بيسعدني وبحس بانتمائي لبلدي إن أنا مصرية. هي اللي وقت الشدة بتسند عليه، هي الأمان وقت لما تضيق علي، هي اللي لما أفرح بشوف دنيا بعينيها.
ببساطة كل حاجة حلوة فيا. تضمنت الاحتفالات زيارات إلى المستشفيات والاحتفال مع المرضى من كبار السن الذين يتلقون العلاج بها وتوزيع هدايا رمزية عليهم في لفتة إنسانية أشاد بها المرضى. نشكر سعادة الرئيس وكتر ألف خير ونشكره كتير على اللي هو دعم من الناس اللي كبار السن زي حالتنا. حاجة جميلة جدا من الرئيس السيسي، حاجة جميلة جدا. احتفالات الوزارة باليوم العالمي لكبار السن إنما هو تأكيد على الدور الإنساني لوزارة الداخلية ودعمها لكافة فئات المجتمع. يا مصر يا أم انت يا ست الكل. استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرى سارة للجميع، وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين. كما تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. شهدت منافذ مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف المناطق، كما أشاد المواطنون بجودة اللحوم والدواجن. احنا النهارده موجودين عشان دعم اهالينا، دي مبادره بيقدمها سياده الرئيس مستمره لمده اسبوع لغلاء الاسعار، طبعا اللحمه باسعار مخفضه، وطبعا الناس بتشكر في اللحمه جدا وهي لحمه ممتازه. اللحمه بره ب 300 و400 وكده، فان طبعا ديت عشان يعني الناس الغلابه والناس المتوسطه واللي اقل من المتوسطه تقدر تعيش، ونفسها مثلا هتاخد مره او مثلا من اللحمه ديت، فديت ارخص كتير طبعا. والله هي اسعارها مناسبه لكل الناس، اسعار كويسه جدا، واحنا بنشكر برضو سياده الرئيس على المبادره اللي هو عاملها حياه كريمه ديت مع مبادره كلنا واحد، دي حاجات كويسه قوي قوي قوي. اشتريتها ب 185 وهو سعرها مخفض خالص على اللي بره، وشكر الرئيس انه يعرف الناس يحس بالناس الغلاب. لا بجد الاسعار يعني كويس ان هو يعني المبادره اللي عامله الاسعار كده احسن من الاسعار اللي في المحلات الثانيه. المبادره العربيه ما وصلت الحمد لله، الناس كان في كميه جديده من الناس عشان خاطر تشتري اللحوم باسعار كويسه جدا، لان طبعا احنا في البلد عندنا دلوقتي الاسعار بقت اللحوم مرتفعه شويه، فالمواطن طبعا بندور على حاجه سعرها حنين شويه عشان خاطر المواطن الغلبان. النهارده اول ما جت العربيه كان في اقبال شديد من المواطنين، احنا كنا عاملين لهم دعايه قبلها ان برضو الاسعار هنا في اللحوم غاليه جدا على المواطنين، وغير كده المواطنين شغالين يوميات عمال فما فيش دخل ليهم عالي، فبالنسبه للمبادره دي كويسه جدا للمواطن، فمعظم المواطنين حابين ان هم يجربوا المبادره وان شاء الله تنال اعجاب المواطنين ونحاول نكررها اكتر من مره هنا تاني. بصراحه احنا بنشكر المؤسسه جدا على دعمها لينا وبدعم المركز الصف هنا، جابت لنا اللحوم باسعار مخفضه جدا، ما كناش نتوقع بصراحه ان السعر بتاعها ب 185 احنا بنجيبها هنا ب 380 واسعار ما حدش كان بيجيب بصراحه، اول ما نزلت بصراحه احنا نتمنى ان هي تنزل لنا تاني. احنا بنشكر
فعلا مؤسسة حياة كريمة جدا، لأن فعلا كل شوية بتنزل لنا حاجات، واللحمة بالذات النهاردة مبادرة كويسة جدا، اللحمة البلدي 210 واللحمة المستوردة 185، ففعلا الناس كلها مبسوطة النهاردة، ويا ريت تتمنى إن هي كل تيجي كل شوية كده. إحنا بصراحة فرحانين إن هي نزلت مركز الصف، لأن هنا الكيلو بيتباع غالي، وهي ب 185 هنا وب 210 اللي هي البلدي، بصراحة إحنا نتمنى إن هي تبقى هنا موجودة معانا على طول هنا. اللحمة جودتها ممتازة جدا والله، وناس كتير أصلا استخدمتها قبل كده وقالوا إن هي كويسة برضه. وأنا مبسوط جدا إن مبادرة حياة كريمة بتفكر في الإنسان البسيط، بتفكر في الإنسان تفكير إن هي تشيل عنه عبء جامد في ظل غلاء الأسعار. إحنا اليوم الخامس لينا في المبادرة، واليوم الثاني لينا في قرية شبرماند، عندنا اللحوم البلدي بأسعار 210 للكيلو، وعندنا لحوم مستوردة بسعر 185 للكيلو، وعندنا فراخ الفرخة كيلو صافي ب 112 جنيه للكيلو، وهي طبعا مساهمة من مبادرة حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. واحد اشترى كيلو روح جه بعدها اشترى 2 كيلو و3 كيلو، ليه؟ اللحمه عجبته، وفي نفس الوقت كذلك الفراخ اللي كان بياخد كيلو خد 2 كيلو، ده النهارده بس، غير امبارح برضو نفس القصه. لقيته حاجه جميله جدا وحاجه مرتاحه، 180 جنيه ما حصلتش في اللحمه ب 300 و380، ودي حاجه بتساعد الايه الاحتياجات بتاعتنا. حاجات جميله واسعار حلوه رخيصه، 185 من 300 جنيه حاجه جميله رخيصه، وحاجة نقدر نتصرف في الباقي، نقدر نجيب حاجتنا من بره. متواجدين دلوقتي بنقطة توزيع مركز منشأة القناطر، موجودين عشان مبادرة دعم اللحوم اللي بتنفذ بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعاون بمؤسسة حياة كريمة ومؤسسة القيصر. طبعا حاجة زي كده الناس مقبلة عليها، لأنها بتساهم في تخفيف الأعباء على الأهالي. نحن نقدم كيلو اللحمة ب 185، ده أظن ده سعر مدعم جدا، يقدر يشتري أي مواطن سواء كان محتاج أو غير محتاج. بنحاول نسهل على المواطنين حركة البيع وننظم في ننظمهم ونساعدهم ونيسر عملية البيع. احنا بالفعل يعني نعتبر مفيش قرية، بل مفيش شارع، بل مفيش بيت ما لمس اي حاجه من تخص حياه كريمه. لحمه حلوه والله وجميله ورخيصه والله، 185 مش وحش يعني، حلوه لحمه كويسه وسعر مخفض، هنا غاليه، هنا بتتباع ب 400 جنيه. السعر ممتاز والله، واللحمه كويسه باين عليها، يعني احنا لسه ما جربناش بس هي باين عليها تطلع كويسه. دي ارخص من بره كتير، هناك ب 370، دي ب 185 لحمه بلدي حلوه. لو مبادره زي دي اكيد هتساعد الناس اللي هم مش قادرين على ثمن اللحوم او يعني الأسعار العالية دي، حاجة هتساعدهم إن هم حتى يفرحوا ولادهم. ورياضيا، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 من أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور وضم نبيل عماد دونجا. خسر فريق الأهلي لكرة اليد أمام نظيره ماجدبورغ الألماني بنتيجة 28 هدفا ل24 في نصف نهائي بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد التي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. يلعب الأهلي أمام برشلونة غدا الخميس من أجل تحديد من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع. فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاليفورنيا إيجلز بنتيجة 41-23 في المباراة التي جمعتهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة كأس العالم للأندية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 21-11. وفي الشوط الثاني واصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 41-23. يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره ليل الفرنسي في تمام 10 مساء على ملعب بيار موروا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25. حقق مدريد الفوز في افتتاحية البطولة على شتوتغارت الألماني بنتيجة 3-1، بينما خسر ليل من سبورتينج لشبونة بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على ستوفان براتسلافا السلوفاكي بنتيجة 4 أهداف مقابل شيء ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا. وبهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل رصيد ستوفان براتسلافا بدون نقاط. إلى الخبر الأخير، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والأوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة. الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة باستقلال القضاء ويشدد على ألا أحد فوق القانون. وزارة الطيران تؤكد أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ويشهد انتظامية في حركة التشغيل. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحيات مدى سعيد وتحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.